خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ تمام والله الحمد لله. اتعرف بيكي؟ مي. مي كم سنه؟ مي 34. مرتبطه يا مي؟ اه. ايه، متجوزه؟ اه. عندك اولاد؟ عندي ولد وبنت. اه، ربنا يخليهم لك. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا، اتجوزت عن حب. اتجوزتي عن حب. مي، ممكن تعضي جوزك او تقتليه او تغذيه او تضربيه؟ لا بصراحه انا معجبه جدا بالحلقه بتاعت النهارده، لان فعلا الرجاله خلاص يعني بقت مهضورين حقهم. هي بيتقتل. الله عليك يا مي، الله عليك يا مي. عايزين لو عندنا تسقيف هنا كنا لعبنا لك تسقيف. بجد حرام بجد يعني. انا معايا راجل ربنا يبارك لي فيه يا رب، يا رب يحفظه يا رب، ويبارك في كل الرجاله الغلابه الشقيانه التعبانين. اه والله يا مي، هقول لك على حاجه. انا جوزي مسافر بقاله 5 سنين، وانا اصلا شغاله وطالع عيني وبصرف على اولادي، عشان هو برضو الدنيا يعني بتظبط معانا. بس هو عارف ان انا راجل واقف في الشارع بشتغل وبتعب في رقبتي ولد وبنت، وهو واثق فيا جدا، انا واثقه فيه فوق ما تتخيل. ربنا يحفظكم لبعض ويخليكم لبعض. بس بطلت اشوف كتير ان هو خلاص اكدت ان هو بيحبني وانا بحبه. فعلا بجد الرجاله الايام دي بقت مظلومين جدا. وليه تذبحوا؟ ليه مش عارفه تكملي تطلقي؟ ليه تقتليه؟ اه والله، ليه تذبحيه؟ ليه وتلاقي واحده اكله جوزها ولا الثانيه لا انا عمري ما اقتله ولا لا ليه؟ ده عضته في المترو. الراجل اتعض في المترو. الناس دي مجانين والله العظيم. احنا بجد انا وجوزي كانت الناس كلها بتحسدنا على كميه الحب اللي احنا فيها. اي نعم احنا بعاد عن بعض، بس انا حياتي كلها مرتبطه بيه. يعني انا الناس بتقول لي يا ام كريم، وانا ابني اسمه يوسف. يعني الناس كلها بتقول لي يا ام كريم، اقول لهم يا جماعه كريم ده جوزي. ما انت من كتر ما انت رافضه اسم كريم في حياتك. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم دايما. ليه يا جماعه كده؟ ليه وصلنا ان احنا نقتل بعض؟ وليه ما نقولش مثلا لجوزك انا بحبك، انت قلبي، انت روحي؟ على فكره ثلاث ارباع المشاكل بتيجي من عند الستات مش بتيجي من عند الرجاله. الله عليكي، الله عليكي يا جماعه. يعني انا مش عارفه اقول ايه. اكثر المشاكل اللي بتيجي بتبقى جايه من عند الستات مش من عند الرجاله. الراجل اصلا طول النهار في شغله وبيشتغل وشقيان، عايز يروح يلاقي بقى كلمه كويسه، يلاقي مثلا ست كويسه، مش يلاقي بقى نكد وقرف وخناق. وبعدين تكييف ايه وفيديو ايه وتلفزيون ايه للناس تتنوط مع بعض؟ يا جماعة والله أنا واحدة وجوزي غايبة عني، بتمنى أدفع عمري كله بس يرجع ساعة. الله عليكي. ساعة يرجعوا لي كده ساعة وياخدوا تاني. الله عليكي. وياخدوا عمري. لا بعد الشر، لا بعد الشر. ربنا يراضيك يا رب ويفرحك. بارك لي فيك يا كريم. أنا فعلا ما هلاقي راجل زي ولا ابتدعنته ولا خطبته ولا راجل. ما هو بصي، الناس الكويسة بتبقى زي الجواهر، البني آدم لازم يحافظ عليها. مفيش زيه. مفيش والله العظيم ما لقيت. يعني انا اتصادفت بناس كتيره وانا بشتغل اصلا، وتعاملت مع ده وتعاملت مع دي وتعاملت مع ده، ما لقيتش حد ولا لقيت. الست المحترمه يا جماعه، يا جماعه بجد والله، يعني كل ست تخلي بالها من جوزها. ربنا يربي ما يحرمش حد. الله يخليكي، ربنا يخليكي على الكلام الحلو اللي يفرح القلب ده يا اماني والله العظيم. وربنا يبارك لك في بيتك وجوزك وولادك ودنيتك. انا بحبه جدا والله العظيم. لا ما احبوا بعض، العمر ما فيهوش وقت عشان نتخانق ونقتل في بعض. حبوا بعض، خليكوا احنا كويسين. غني لجوزك اغنيه. يعني انا بالنسبه لي لما كنت ببقى متعاركه معايا مثلا وهو مخنوق مني ونازل، اروح متصله بيه اغني له دقيقه بيه يروح على طول. يجي بقى انت يا ابني معلش حقك عليا. يا جماعه خلي دايما الست معروفه بان هي طيبه وغلبانه مش شريرة. والله الستات المفروض مخلوقات رقيقة. ضعيفة. المفروض رقيقة مش ضعيفة، بس رقيقة. أنا من دلع راجل يا جماعة، يعني كنت في أمن الراجل ده ليه هبت وليه كده كرامته وليه الناس دي أحترم. على فكرة مش بقلة الأدب ولا بالزعيق ولا أنا أشتمه وإن أنا أزعقله وإن أنا أضربه، أنا كده جدعة. لازم الست تبقى هي عارفة إن لا، في ستات بتشكم جوازها مش بتضربه ولا حاجه، بس بتبصله بصه خلاص الراجل بيبقى. والله العظيم ابدا. انا بقالي معاك سنين كتيره جدا، 14 سنه، انا ابني عندي 13 سنه. ربنا يخليه لك. ما فيش مره هو قال لي على حاجه لا، لاني بصه بالحاجه باحترامه وبادب. هو اي حاجه انا عايزاها هي دي بقى. بصي، اول حاجه انا عايز اشكرك طبعا على مداخلتك، وعايز اشكرك على تليفونك، وبتمنى لكم يا رب كل السعاده،
وبتمنى ان هو يكون سامع حلقه النهارده علشان الكلمتين الحلوين دول يفرحوا قلبه. وعايز اقول يعني اضيف على كلام مدام امان، الست يعني بس في رجاله بتبقى مش مظبوطه برضو في نفس الوقت، يعني في رجاله بتبقى طبعها مش كويسه، ولكن لما يكون الراجل كويس الست ممكن تشتريه بكلمه حلوه، تشتريه بايد تطبطب عليه، تشتريه باحساسها ان قد ايه هو تعبان وشقيان علشان البيت يفضل مفتوح والزوجه تبقى مبسوطه والحياه تبقى جميله. وخليني اقول يا جماعه، في رجاله كتير جدا شقيانه شقى لا ليه اول ولا اخر، ومش باين عليهم، الناس بتحسدهم على شكله وخروجه ولبسه وعربيته، وهم مش عارفين ان البني ادم ده طافح الكوته. ستات كتيره جدا بتشوف جوازها، وانا بقولها للستات، انا بتكلم عن الزوج الكويس، مش بتكلم عن الزوج البلطجي ولا الزوج النطع، لا بتكلم عن الزوج الكويس، بتشوف الراجل راجع من شغله عايز يريح شوية، مش قادر يتكلم، تعبان، حاجات كده خفيفة، هو مش عايز يبين لك هو حاسس بايه، لان يمكن رجولته بتنقح عليه، مش عايز يقول، مش عايز يظهر قدام مراته ان عظامه كلها بتنشر، ان ظهره مموته، انه مصدع ومزغلل ومش شايف، انه بطنه وجعاه من الجوع وعايش على بسكوتين من الصبح علشان يرجع ياكل لقمة، انه محتاج حالة هدوء لمدة نص ساعة يفضي فيها دماغه، ولكن ما بيقولوش لانه برضو من منطلق انه بيتحمل المسؤولية، عايز يكمل تحمل المسؤولية بتاعته، مش عايز يقلق الناس اللي في البيت، لان دي رجالة كويسة. فارجوكم ارقفوا بحال الرجالة، ارقفوا بحال الرجالة، بالذات لما يكون ربنا بعت لك زوج صالح وزوج كويس ومجتهد وبيتعب ومكفي بيته، ارقفي بحاله، لانه بجد مخلوق يستحق الرأفة.